عنها شبهة أو إشكال. التساؤل الأول: هل أن هذه الزيادات التي صدرت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هل هي بأمر الله تعالى أم ليست بأمره تعالى؟ ولا ثالث كما تعلمون، هذه منفصلة حقيقية لا يخرج الأمر منها، إما أنها بأمر الله وإما ماذا؟ أو ليست بأمر الله. الجواب واحد، يرتبون عليه: فإن كانت بأمر الله سبحانه وتعالى إذا لا فرق بينها وبين ماذا؟ وبين فرض ربكم. هذه بأمر الله وتلك أيضا ماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. وإن لم تكن بأمر الله سبحانه وتعالى إذن كيف ينسجم مع قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ والمفروض أنه هذا لم يوحى إليه، وعندنا روايات إذا تذكرون قرأناها في البحث السابق، قال من غير أن ينزل فيها وحي. إذن كيف ينسجم مع قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ماذا نختار؟ الجواب نختار الشق الثاني، وهو أنه ليست بأمر الله، حتى نميز بينها وبين ماذا؟ وبين القسم الأول أو الشق الأول. كيف ينسجم مع هذا؟ أنه هذا المراد من الوحي ليس أنه نزل به أمر، المراد من الوحي بعد تشريعه أجاز الله له ماذا؟ ذلك. ما معنى أنه وحي؟ يعني مجاز في أمره، يعني حق لا باطل ماذا؟ لا باطل فيه. وما ينطق عن الهوى يعني ما قاله لكم كله ما هو حق. ولذا تجدون أن كل تشريع فيما سبق قرأنا الروايات، كل تشريع صدر منه الرواية تقول: وأجازه الله ماذا؟ وأجاز ذلك الأمر، وأجاز ذلك الأمر، وأجاز